السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلاب الصف الثالث الإعداد. إن شاء الله النهاردة هناخد فيديو عن اليونت 8 الوحدة الثامنة، بيتكلم عن write a paragraph of about 110 words on، اكتب باراجراف عن 110 كلمة عن positives and negatives، سلبيات وإيجابيات of the internet للإنترنت، أو اتكلم على effects of using computers، تأثير استخدام الكمبيوتر late at night ليلا في الليل، how using computers، او يجي لي يقول لي كيف تستخدم الكمبيوتر late متاخرا at night بالليل can affect، ممكن يؤثر your sleep على نومك، او يكلم يقول لي a problem، مشكله you have at school، انت بتواجهها في المدرسه. كل الباراجرافات دي هنتكلم عنها في موضوع واحد بس. نذكركم ان انتم مع قناه الانجليزي اسهل مع مصر. سامي لسه ما انضمش لينا، شرفنا بانضمامه عن طريق الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط عليه عشان يوصل الجديد بتاعنا، وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك متابعه واعجاب بالصفحه بنفس اسم القناه، وعلى الانستجرام باسم ساره سامي 825، ارقام هي 825 مكتوب بالانجلش جنب الاسم مكتوب بالانجلش. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المقدمة بتاعتنا بتقول internet is very important in our life، إن الإنترنت مهم جدا في حياتنا. This is a fact، هذه حقيقة. That we all agree، كلنا نتفق عليها. Many people، العديد من الناس أو الكثير من الناس، use the social networking، بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي sites، مواقع التواصل الاجتماعي like Twitter، زي تويتر وواتساب and Instagram to communicate، عشان يتواصلوا with each other، مع بعضهم البعض. These sites، هذه المواقع make communication easier، خلت التواصل أسهل and faster، وأسرع. We also can make videos، نعمل فيديوهات and share them live، ونشاركهم بس مباشر يعني. We can watch films، ممكن نشوف الأفلام and reading news، ونقرأ الأخبار on the internet، على الإنترنت. This is on one hand، هذا من جانب. On the other hand، على الجانب الآخر، staying up late، للسهر، using computer، بنستخدم الكمبيوتر، affects، تؤثر on our health، على صحتنا badly، بشكل سيء. We should have enough sleep، يجب ان احنا نحصل على قسط من النوم كافي. Some students، بعض الطلاب، have a problem، لديهم مشكلة using the internet، في استخدام الانترنت. For their homework، لواجبهم. When they go on the internet، لما بيبدأوا يشتغلوا على النت، they often see interesting games، لما بيبدأوا يشوفوا يدخلوا على النت يلاقوا ايه، ألعاب ممتعة. That they want to play online، عايزين يلعبوها ايه، online. So they don't always do their homework، أول ما يشوفوها ما يبقوش عارفين يعملهم الواجبات بتاعتهم. They should do their homework، هم يجب عليهم ان هم يعملوا ايه، الهومورك، الواجب بتاعهم، first، اولا، before they play any computer games، قبل ما يلعبوا اي العاب من الكمبيوتر. انترنت، الانترنت makes us lazy، جعلنا كسالة. Also waste our time، يضيع او مضيع. Students should use، الطلاب يجب ان هم يستخدموا the internet، الانترنت، in a room، في حجره، where their family، حيث اسرتهم او عيلتهم، can see them، ممكن تشوفهم. We should know that children، ويجب ان احنا نعرف ان الاطفال need to relax، يستريحهم، and some computer games can teach things، وممكن بعض الألعاب على الكمبيوتر تعلمهم أشياء. So it isn't bad to play computer games، فهو مش سيء إن هو يلعبوا ألعاب الكمبيوتر after they are finished their homework، بعد انتهائهم من واجباتهم. But students must do their homework first، ولكن يجب إن هم الطلاب ينتهوا من واجباتهم أولا. To sum up، باختصار الخاتمة بتاعتنا هنبدأ نقولها، It is better، إنه من الأفضل، to play a sport، نلعب رياضة، such as tennis، زي التنس، or volleyball، أو كرة الطائرة. Sports، الرياضة عموما، are good for the brain، هي كويسة للعقل أو المخ، as well as the body، يبقى هي كويسة للعقل والجسم برضو.
خلصنا مع بعض الباراجراف بتاعنا، هترككم معاه للحظات. دمتم في أمان الله.